تكلمنا في الدرس الرابع عن منصات مكافأة الثغرات، اللي هي نحن ذكرنا إنه البوك باونتي هي مكافأة على الثغرات. في بعض الجهات عملت منصات تخلي الشركات إنها تتعامل مع الهاكرز بصورة سلسة وسهلة. هنشوف كلام عن هذه المنصات في هذا الدرس. طبعا قبل ما نتكلم عن المنصات، نتكلم عن إنه نحن ليه عايزين عملنا الباك باونتي. السبب شنو؟ السبب انه تم يعني من خلال التجارب انه معظم الممارسات الامنيه، مثلا لو عملت للشركه بتاعك فاير وولز اللي هي جدار نالي، او استخدمت تشفير، او استخدمت اي ادوات دفاعيه، فوجدوا انه ايضا لا يمكن للتطبيق مجرد ما انت اتصلت بالنت او بالويب واصبح تطبيقك متاح للناس، ما بتقدر تضمن انه امن وبعيد عن الهاكرز. والسبب في ده انه دائما كل ما نجي نشتغل او نصمم برمجة، نعمل برامج، في بيكون في خطأ، بيكون في العملية بتاعت البرمجة معقدة وهشة، ولا تزال هناك أخطاء. يعني بعض الأخطاء بتكون معروفة وبعضها غير معروفة داخل المؤسسة. يعني المطورين لما يصمموا البرامج أكيد وغالبا يعني من خلال التجارب إنه يكون في حاجة نسوها مثلا عن قصد أو عن غير قصد. فنحن عايزين نتأكد إنه ما في ثغرات أخطاء تخلي الهاكرز يدخل على التطبيقات حقتك باستخدام شنو؟ باستخدام هاكرز. في مقولة بتقول إنه فقط الهاكر يمكنه التفكير كهاكر. وأيضا عندنا البيت بتاع الشعر: ولكل شيء آفة، آفة من جنسه، حتى الحديد سطى عليه المبرد. يعني أنت من جنس الهاكر بتجيب هاكر يحمي موقعك. فأنت لو عايز تأمن موقعك وتتأكد إنه تطبيقك خالي من الثغرات، ممكن تستعين بنخبة من الهاكرز يكتشفوا أو يتعاملوا مع التطبيق ويفتشوا فيه الثغرات. إذا وجدوها يدوك تقرير بها، فأنت بالتقرير ده تسد الثغرات وتتأكد إن تطبيقك خالي من الثغرات. إذا نحن بنوظف هاكرز لأن عادة البرامج من خلال التجارب ما بتخلو من أخطاء أو نقاط ضعف فيها. فأنت بتحصل على نخبة من الهاكرز أكثر دراية لأنه عندهم خبرة في الأمن عشان يستكشفوا التطبيق، وأنت بتكافئهم إذا وجدوا ثغرات في التطبيق حقك. طيب نحن كيف نعمل الحكاية دي؟ في طريقتين: يا إما أنت كشركة تستطيع تعمل مكافأة خطأ بنفسك في موقعك، أو تستخدم منصة بتاعت باك باونتي مكافأة أخطاء. هنشوف الاتنين الآن. إذا عايز تعمل الشغل بنفسك، يعني استضافة ذاتية تتعامل مع الهاكرز بنفسك، فأنت بتنشئ صفحة تحتوي كل التفاصيل بتاعتك ذات الصلة، وتعلن للهاكرز إنه يجربوا أو يدخلوا عليه ويكتشفوا الأخطاء. هنا الهاكرز بيكون عنده مشكلة معك. أول حاجة أحيانا ما بعرف أنت منه، وهل أنت ممكن حتدفع له ولا ما تدفع له. ممكن بعد ما يجي الثغرات ويرسل لك التقارير ما تدفع له، فما في احيانا ما بكون في ثقه بين الطرفين، وانت احيانا برضو ما بتثق في الهاكرز. لذلك جات فكره مكافاه المنصات بتاعت المكافاه. لكن بالنسبه للمكافات الذاتيه، الاستضافه ممكن تنجح مع منو؟ مع شركات كبيره مشهوره، يعني الهاكرز بيثق فيها، وهي شركات عندها صيت وعندها مالة، عندها أموال ضخمة زي جوجل، أبل، فيسبوك. فدي تقدر تعمل استضافة ذاتية، وبتشجع الهاكرز لسببين: الشهرة والمال. يعني مثلا لو واحد من الهاكرز قدر يعمل اختراق للجوجل، وجوجل عندها بتضع قائمة بأسماء الناس اللي عملوا اختراع ونوع الاختراع، فدي بالنسبة له شهرة. جوجل بتقول فلان الفلاني
اخترق الموقع بتاعنا ووجد الثغرة الفلانية، وأيضا بيحصل على جوائز كبيرة، يعني ما بتقل من 4000 دولار في بالنسبة للثغرة الواحدة في الشركات الكبيرة دي أو أكثر من ذلك. نجي النوع الثاني، إنه أنت كشركة صغيرة أو شركة ناشئة ممكن تستعمل أو تستخدم منصات مكافحة الثغرة. ما هي المنصات دي؟ المنصات دي هي مواقع إلكترونية بتستضيف من خلالها العديد من الشركات برامج، يعني الشركات بتضع برامجها في المنصات دي، والمنصات بتضع للهاكرز حاجة اسمها نقاط سمعة ومكافأة مادية مقابل نتائجه. يعني كل ما انت اكتشفت ثغرة البوينتس حقتك بتزيد، وبالتالي انت بتكون بالنسبة للمنصة دي معروف ومشهور. فبرنامج مكافأة الأخطاء هي صفقة بتقدم العديد من مواقع الويب والمؤسسات ومطوري البرامج التي يمكن للأفراد من خلال الحصول على شنو؟ الاعتراف والتفويض على الإبلاغ عن الأخطاء. يعني أنت كشركة صغيرة بتدخل على المنصة دي بتسجل فيها، هم بيقوموا بيديروا العمل عنك، وخاصة باكتشاف الثغرات المتعلقة بالاستغلال الأمني والثغرات الأمنية. أمثلة للمنصات المكافآت الأخطاء زي هاكر ون، بج كلاود، انتجريتي، ساينك، وكوبلت، وفي الكثير من المنصات الموجودة دي أمثلة ليها. إذن المنصة بتكون وسيط بين الهاكر وبين اللي هي الفرق تحت الأمان في الشركات. المنصة بتوفر للشركات المساعدة اللوجستية مثل طريقة الدفع والاتصال. يعني المنصة هي اللي بتتواصل مع الهاكرز، هي اللي بتتأكد منهم إنهم يعني عندهم خبرة كافية، وهي اللي بتدفع لهم المبالغ نيابة عنك. أيضا بتقوم المنصة في إدارة التقرير. طبعا إذا كان في أي مخترق اخترع بيرسل تقرير بريد للمنصة، تقارير عن الأخطاء، ممكن تجي تقارير كثيرة جدا، فالمنصة بتقوم بإدارة التقارير دي، ترتيبها، تنسيقها، إذا كانت مكررة تلغي التكرار بتاعها، وتعمل فرز بالنسبة للشركات. إذا المنصة بتوفر طريقة للشركات عشان تقيس مستوى مهارة المخترق من خلال إحصائيات الهاكرز، يعني بيكون عندها أسماء الهاكرز، إحصائيات عنهم، سمعتهم، خبرتهم، وهذه الأشياء، فدي كلها بتقوم بها المنصة نيابة عن الشركة. أيضا المنصات ممكن تعمل فحص للهاكرز، وأحيانا تصل إلى إجراء مقابلات معهم قبل السماح لهم باختراق البرامج، ودي كلها بتقوم بها المنصة. إذا من وجهة نظر الهاكر، أيضا المنصة بتاعت المكافأة دي بتكون بالنسبة له شنو؟ مكان مركزي لإرسال التقارير، يعني تقاريره بيرسلها للمنصة، وبتكون طريقة سلسة للتعرف على نتائجك والدفع لها. طيب لو أنت عايز تحصل على صفحة سياسة مكافآت الأخطاء من خلال زيارة موقع الويب الخاص بهم، دي بالنسبة للخاصة، تكتب اسم الشركة وتكتب كلمة باك باونتي بروجرام في الانترنت. تفتح مثلا اي سيرش انجين مثلا جوجل، تكتب مثلا فيسبوك، بعد كلمة باك، بعد كلمة باونتي، بعد كلمة بروجرام، فبيجيك المنصة بتاع الناس الفيسبوك لمكافأة الأخطاء. مثلا بتلقى السياسات والحاجات، إذا أنت وافقت بتتبع الخطوات الموجودة على الموقع. بالنسبة للفوائد بتاعت المنصة، إنها بتوفر قدر كبير من الشفافية في عملية الشركات. ليه؟ لأنها بتنشر التقارير تم الإفصاح عنها، ومقاييس حول معدلات فرز البرامج، ومبالغ المدفوعات، وأوقات الاستجابة، كل الأشياء دي بتقوم بها الشركة نيابة عنك، وفي شفافية في الكلام ده. الخدمات اللوجستية اللي بتقوم بها المنصة زي إرسال بريد إلكتروني لفرق الأمان، متابعة التقارير وفرزها، تقديم معلومات الدفع والضرائب، كل مرة
يرسل فيها تقرير عن الثغرات الأمنية بتقوم المنصة بالخدمات اللوجستية اللازمة لهذا التقرير. أيضا بتحتوي برامج مكافحة الأخطاء على أنظمة سمعة. أنظمة السمعة دي بتخلي الهاكرز إنه يعني كل ما اكتشف ثغرة بياخد نقاط سمعة، كل ما اكتشف فبتبدأ نقاط السمعة تتراكم عندك، وبالتالي المنصة بتكون عارفة أعلى هاكرز منو، أحسن هاكرز منو عنده نقاط سمعة في الموقع. ويقدروا أحيانا بعض برامج مكافحة الأخطاء بترسل في الإيميل للهاكرز، فأنت لما تكون نقاط السمعة حقتك عالية جدا بيرسلوا لك دعوة عن طريق الإيميل مثلا عشان تشتغل على برنامج معين ما منشور في المنصة. أيضا المنصة بتكون كوسيط أو طرف ثالث بين الشركة وبين الهاكرز. إذا حصل نزاع بيناتهم مثلا، إذا الهاكرز اكتشف ثغرة والشركة قالت لا دي ما ثغرة وتم اختلاف عليها وعلى المبالغ أو كده، فالمنصة بتقوم كوسيط تحل النزاع بين الاثنين الطرفين الاثنين. إذا أرسلت تقارير إلى برنامج ما تابع لمنصة للنظام الأساسي فما بكون عندك الحق في الرجوع في قرار المكافآت النهائي، دي مشكلة. أيضا لا يمكنك أن تتوقع دائما من الشركات أن تدفع أو تحل التقارير في الحالة الحالية للصناعة. يبقى هنا ده أنت إذا تعاملت مع شركات وأرسلت تقارير بالثغرات ممكن الشركة تقول لك التقارير دي ما استلمتها أو ما تدفع لك مقابلة أو أشياء كثيرة خارج المنصة. بالنسبة للسلبيات بتاعت المنصات، عادة الهاكرز بيتجنبوا التعامل مع المنصات بتاعت مكافحة الأخطاء لأنها بيكون عندها مشكلة في التعامل مع التقارير. غالبا الناس الموظفين في المنصات دي أو الشغالين في المنصات دي لما تجيهم التقارير أحيانا حتى ما بكون عندهم دراية بجميع التفاصيل الأمنية أو الأمان حول منتج الشركة. وأيضا بيكون الاتصال بين الهاكرز وبين المطورين منقطع بواسطة، لأن المنصة هي اللي بتعمل الاتصال بين الاثنين، فقط لا يتم اتصال بيناتهم، وبالتالي دائما الهاكرز لما يتصل مع المطور بيكون الأداء أسرع وأفضل، لأنه المطور أنت كهاكرز اكتشفت ثغرة أمنية لما تكلم المطور، المطور بيفهم الثغرة وبيعالجها، لكن لما تديها لبتاع المنصة ممكن ما يرسلها للمطور أو ممكن يتجاهلها وغيرها من السلبيات. لما تستخدم برنامج مباشر يعني ما منصة، عادة أنت تقدر تناقش الثغرة الأمنية مع مهندسي الأمن في الشركة مباشرة بدون وسيط بيناتكم. تكون البرامج العاملة على منصات مكافحة الأخطاء مزدحمة، دي برضو من عيوب المنصات، يعني دائما المنصات بتلقى زحمة حول البرامج بتاعتها، وغالبا ما تحظى العديد من البرامج المستضافة بشكل خاص بنفس القدر من الاهتمام من الهاكرز. لما تكون في برامج بتاع الشركات على الموقع ما بتكون عندها اهتمام كثير من قبل الهاكرز. دي المراجع بتاعتنا.